الإصرار على إكسبو في دولة الإمارات. وأنا أحب أذكر شيء، يعني أنا شخصيا كان الناس أو السوق ينتظر إذا إكسبو كسبته دولة الإمارات راح ينتعش السوق، سوق الأسهم، سوق العقار وهلما، وإذا خسرت راح تنزل. فكل الناس كانوا مترقبين. قبل إكسبو بيومين بثلاثة وإذ سيدي اسمه الشيخ محمد يطلع بتصريح يقول في هذا التصريح إذا دولة الإمارات كسبت إكسبو فهذا اللي نتمناه واللي نحبه، وإذا ما كسبت راح نخلق إكسبو. فالإصرار على تحقيق النجاح أحد سمات القائد الاستثنائي. الوضوح والدقة هي سمات القائد الاستثنائي. الشيخ زايد الله يرحمه أسس دولة وقال هذه الدولة في ركائز أساسية لازم أبنيها، هذه الركائز الأساسية أن تكون دولة اتحادية قوية، جيش من القوات المسلحة قوي، اقتصاد قوي، وعدالة في التعامل مع أفراد المجتمع. خليني أعطيكم مثال على موضوع الدقة والوضوح. كان الشيخ زايد الله يرحمه في المقناص وكان عنده طير يريد يجربه، وانتم تعرفون مدى مقدار حبه لهذا هذه الرياضة. فقال لي الشخص عنده طير اليوم لا تعشي الطير هذا عشان باكر الصبح بنهده. فالمهم طلعوا الصبح هدوا الطير على الحبارة ما صاد، فنادى الشخص فقال له، فشاف الطير ولقي الطير ماكل كثير، بالتالي الطير ما يصيد لنفسه، يصيد ما يصيد لك يصيد لنفسه. فسأله قال له أنا البارح قلت لك لا تأكل الطير، قال له طعمرك أنا ما فهمت لك البارح شو قلت لي. القائد الاستثنائي لا يحب كلمة واضح خالية من المعنى، بل يحبها كاملة. لذلك إذا كان فيه لك أمر أو كان منك أمر يجب أن توصله بطريقة واضحة، وإذا ما فهمته يجب أنك تفهمه. وهذا بما ينطبق على الوضوح الأجندة، أجندة سيدي سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة اللي أكد عليها سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد، واضحة المعالم وفيها نظام تقييم وأداء، وكانت رسالة واضحة معنونة منشورة في الصحافة في الإعلام في الكتب الرسمية لوزراء. أن تكون دولة الإمارات خلال 7 سنوات القادمة الأول عالميا في الأمان، البنية التحتية، سهولة ممارسة الأعمال، والاستجابة للمكالمات في 4 دقائق. لا توجد دقة ووضوح في حكومة على مستوى العالم بهذا الأسلوب وعلى الملأ. فالدقة والوضوح هي سمات القائد الاستثنائي. أن تكون حنون كالأب ومشارك كالقائد في نفس الوقت.
سواء كان عن طريق المشاركة الاجتماعية أو المشاركة في اتخاذ القرار. المشاركة الاجتماعية، الإمارات نموذج متفرد في الحقيقة في أمور عديدة. في المجالس نجد أن سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد، سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد عندهم مجالس أسبوعية معروفة تاريخها ووقتها للجلوس مع المواطنين. شو يعني الجلوس مع المواطنين؟ يعني أنهم عندهم متسوقين سريين مكلفين رسميا، ولكن هذيلا اللي يوصل له الرسالة عن مستوى الخدمات اللي تقدمها الحكومة، وبالتالي هم عيونه في الدولة. التواصل الاجتماعي، الوسائل الجديدة اليوم أغلب حكوماتنا أو موظفينا على مستوى القيادي هم عندهم مواقع في التواصل الاجتماعي. الإعلام لما يكون فيه هذه المحطات من البث المباشر، بدون شك يا أخوان وصول رأي هذا المواطن ومواجهة للتحديات للإعلام على الملأ بشكل عام، هذه مشاركة، مشاركة واضحة وعلنية وعلى الملأ مرة أخرى. كلمة دائما في ذهني، الشيخ محمد بن راشد، سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد يقول: كلما سعينا للاحتياج لتلبية احتياجات وجدنا رئيس الدولة سباقا في تلبيتها. شو يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أن القائد ونائب القائد عندهم نفس الهدف للوصول له. إذا فكر واحد منهم في حاجة يجد الثاني أنه قد قطع شوط في تنفيذ هذه السياسة. جولة سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد في الإمارات الشمالية بتكليف من سيدي سمو الشيخ خليفة، هي كذلك للوقوف على احتياجات المواطنين وسماع طلباتهم بصورة مباشرة، ووجود المسؤولين في عنده في هذا المجلس. نتج عنها شو؟ نتج عن هذه الجولة في الإمارات الشمالية أن رئيس الدولة كلف وزارة شؤون الرئاسة بالمتطلبات اللي هناك، وكانت عندنا مبادرات رئيس الدولة، وأنا ما راح أدخل في تفصيل فيها، وأحب أشكر أخي سمو الشيخ منصور على رعايته واهتمامه بهذا الجانب. غرس الولاء والمحبة، إذا أنت قائد استثنائي يجب أن يكون عندك هاي القدرة. الشيخ زايد نعرفه جميعا الله يرحمه أنه كان يحب الغرس، الزراعة، النخيل، الماء. من مبدأ مفهوم الغرس هو يحب يعطي أمثلة، ما يحب دائما يعني يكلم الناس بالطريقة الواضحة، ولكن يحب الناس، هو يحترم عقول الناس وبالتالي يعطيهم التوجيه بالإيحاء وليس بالأمر.
فكان يزرع يغرس يزرع يغرس ويطلع في التلفزيون كنا نشوفه هاي اللقطات أنه هو اللي يحفر هو اللي يسقي هو اللي يسوي. فالغرس إذا زرعت لك شجرة شو يعني هذا الكلام؟ معناته أنك إذا أنت مشغول ما تقدر ما ترعاها فمعناته ولدك بيرعاها، ولدك أنت مشغول زوجتك بترعاها، معناته إذا في الإجازة بتطلع بتروح بتجلس أنت مع أهلك وأبنائك كأسرة، بالتالي راح تتبادلون الحديث في جو خارج عن الرسميات اللي في البيت، جو مفرح ومريح فراح يزيد الود حتى بين الأسرة الوحدة. غرس الولاء لما طلع فيه بعض الأصوات النشاز في بلدكم الإمارات، ظهروا أبناء الإمارات بشكل علني وبشكل واضح، نصبوا الخيام في الأماكن العامة وقالوا إلا الإمارات وإلا خليفة.